السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حضانة نور البيان بالجمعية الشرعية بنزلة بدرمة، هذه الحضانة الذي انتشر منها الخير إلى كل حضانة وتعلم منها كل من عمل في هذا المجال. حضانة نور البيان بالجمعية الشرعية بنزلة بدرمة. سنعرض فيديو الإعراب من أي موضع من كتاب الله عز وجل. هذه الذي تميزت به الحضانة، إعراب من أي موضع من كتاب الله عز وجل. أول حضانة في محافظة المنيا تطبق ختمة الإعراب من أي موضع من كتاب الله عز وجل، وبعد ذلك تعلم الناس منها هذا الجهد الكبير وهذا الفوض العظيم. الإعراب من أي موضع من كتاب الله عز وجل مع أطفالنا، أطفال حضانة نور البيان بالجمعية الشرعية بنزلة البدرمان. عندنا أكثر من فصل وصل إلى خاتمة الإعراب، والآن مع فصل أبو بكر الصديق، والأطفال يعربون من أي موضع من كتاب الله عز وجل. تعال نشوف نموذج. اسمك إيه؟ نورة بدر جابر. نورة بدر جابر، تعرف تعرف من أي موضع؟ أيوة. طب اعرف كده، تعال كده اقرأ الأول كده. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. يعني بكده يا نورة؟ الملك مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة، إذن مضاف ليا مجرور وعلامة جر كسر، لام حرف جر مبني لا محل لها من الله، لفظ الجلالة اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جر كسر، يحكم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر، والفاعل لما مصدق درا يحكم بين ظرف زمان منصوب وعلامة نصب الفتحة، هاء الغابة دم المتصل مبني في محل جر مضاف ميم الجمع لا محل لها من الرا، وشبه جملة مبني في محل رفع خبر مبتدا، فاء حرف عطف مبني لا محل لها من الرا، الذين اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا، امانوا فعل مضارع فعل ماضي مبني على الضم الصلب، واو جماعة واو جماعة ضم متصل مبني في محل رفع فعل، واو حرف عطف مبني لا محل لها من الرا، عملوا فعل ماضي مبني على الضم الصلب، واو جماعة واو جماعة ضم متصل مبني في محل رفع فعل، وجملة فعلية مبني في محل رفع خبر مبتدا، الصالحات مفعول بما صب علامة نصب الكسر، ان جمع مؤنث في حرف جر مبني لا محل لها من الرا، جناتي اسم مجرور بحرف جر وعلامة جر كسر، النعيم مضاف ليا مجرور وعلامة جر كسر. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. يعني فصل يعرب وبالشاهد. طب الشاهد من الالفيه يا عسل على علامات الفعل. يفعل ونون أب لن فعل ينجلي. طب الشاهد من علامات الاسم بالجر والتنوين والنداء وأن ومستدل الاسم تمييز الحصر. طب الشاهد عن جواز تعدد الخبر وأخبره باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صلاه شعراء. طب بص يا أولاد، مين بيعرف يقرأ من المصحف يرفع ايده. طب مين بيعرف يعرب يعرب مين بيعرف يعرب؟ اللي بيعرف يعرب يرفع ايده يلا. ايه ورافع عليكم بسم الله ما شاء الله. طيب نشوف نموذج. الله على العسل. اسمك ايه يا جمال؟ بدر. تعرف تعربي؟ طب افتح المصحف كده اعرب لنا كده، دقيقة واحدة كده. طب استنى اقرا كده اقرا كده. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم كل تعتذرون. طب اعرب كده يعتذرون، اعرب كده يعتذرون فعل مضارع مرفوع بثبوت انه من الافعال خمسه متصل واو جماعه واو جماعه ضمير متصل مبني في محل رفع فعل حرف جر مبني لا محل لا منزله كاف المخاطبه ضمير متصل مبني في محل جر حرف جر ميم الجمع لا محل لا منزله اذا ظرف زمان وداء شرط مبني على السكون في محل رجعت فعل مضارع فعل ماضي مبني على السكون واتصال بتاع الفعل بتاع الفعل ضمير متصل مبني في محل رفع فعل ميم الجمع لا محل لا منيرة الى حرف جر مبني لا محل لا منيرة هاء الغيبة ضمير متصل مبني في محل جر بحرف جر ميم الجمع لا
والفعل أمر مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره كل أنت لا لا حرف نفي. تعتذرون فعل مضارع مرفوع بالضمة ظاهر، تصالف واو جماعة، واو جماعة ضمير متصل مبني في المحل رفع فاعل. اسمك ايه يا عسل؟ بص اسمك ايه؟ رضوى. مين؟ رضوى محمد علي. الله، رضوى محمد علي؟ بسم الله ما شاء الله. يعني لك ان تتخيل ان يستقبل اطفال الحضانه اعمارهم ومستقبلهم وهم يقرؤون من اي موضع من كتاب الله، ويحفظون العديد من الاجزاء، ويعربون من اي موضع من كتاب الله. وصلوا في ماده الحساب الى قراءه اكثر من 30 رقم او 45 رقم، ومهارات أخرى كثير جدا خرجت من تلك الحضانة التي أسأل الله عز وجل أن تكون منارة علم، وأن تظل وأن تبقى رافعة شعار التعلم لمن أراد، والنجاح لمن أراد أن يسلك هذا الطريق. من حضانة نور البيان بالجمعية الشرعية بنسبة رمان، كان تصوير هذا الفيديو عن الإعراب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.